أعزائي المشاهدين، لسه مكملين معاكم فقرتنا الثالثة. هنتكلم فيها عن مقالة كده أنا قريتها، هي مقالة بعنوان إلغاء حبس أب مرضيش إن هو يسلم ابنه لمستحقي حضانته اللي هي الأم. هيكلمكم عن الموضوع ده أكتر زميلتي نور. طبعا هو معروف في قانون الأحوال الشخصية، قانون الرؤية، إن المفروض الطفل بيبقى مع والدته في فترة الحضانة، وممكن يعني يسمح للأب برؤية لعدد ساعات معينة في أيام معينة، والمفروض إن هو بعد ما بيخلص الساعات دي أو اليوم ده بيرده تاني لوالدته. فالأب ده امتنع عن إن هو يرد الطفل لمامته، المفروض كان هيصدر حكم ضده بالحبس، ومع ذلك هو ما صدرش ضده أي حاجة والطفل معاه. طب معالي، او ايه اللي حصل، او ازاي هو قدر يحصل على حكم ان الطفل يفضل معايا؟ هنكلم دكتور محمد احمد صابر، محامي بالاستئناف العالي وماجستير في القانون وباحث دكتوراه، اللي هو محامي الاب. معانا هو ده مداخلة اللي كان تليفونية معايا. من محامي. معانا استاذ محمد من معاكم، المحامي. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه الحمد لله، وحضرتك والمشاهدين جميعا بخير ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. قول لنا بقى يعني ازاي الحكم الفريد الطفل من نوعه ده. مع باباه، يعني وازاي ما صدرش حاجة ضد الأب؟ هو كان صدر ضد الأب حكم بالحبس 6 أشهر تمام. وغرامة 500 جنيه. طبعا هم يعني الدعوة لما النيابة العامة أحالتها أو تمت إحالة الدعوة للنيابة العامة جه بالمخالفة للقانون، لأن اللي بينظم جريمة امتناع تنفيذ قرار المحكمة دي اللي هي المادة 292، المادة دي واردة من المواد المنصوص عليها حصرا في نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، تمام. ودي اسمها جرائم الشكوى. جرائم الشكوى بيستلزم من المجني عليه أو وكيله الخاص تقديم شكوى إلى الجهات المختصة أو الجهات المعنية. فطبعا هو اللي حصل هنا في القضية دي إن محضر التنفيذ المفروض ان هو نزل ينفذ قرار. تمام. القرار دوت المفروض لازم يكون هو المحضر نازل، طبعا حفاظا على شعور الطفل وشعور الصغير، لازم يبقى فيه اخصائي اجتماعي علشان يثبت هنا يعني مدى تاثير تنفيذ حكم الاسترداد دوت، او ان الام تبقى في حضانتها البنت، على المتهم، على الشخص يعني على التأثير على الجهة النفسي الثانية. على البنت نفسها. طبعا اللي حصل هنا طبعا ما فيش اخصائي اجتماعي، فعرض الامر على قاضي التنفيذ. قاضي التنفيذ من غير ما يرجع لنصوص القانون امر باحاله الواقع الى النيابه العامه للتحقيق في الجريمه، والنيابه احالتها للمحاكمه. طب هنا كده في مخالفه، في 3 مخالفات. المخالفة الأولانية، أولا إني لابد أن يصدر حكم من جهة القضاء، يعني ما ينفعش إن إحنا نعمل محضر تمكين ويصدر قرار مؤقت من المحامي العام بتسليم الصغير أو الصغيرة إلى مستحق الحضانة. لابد أن يصدر حكم من جهة القضاء ويكون الحكم نهائي وباقي. ده رقم واحد. رقم اتنين، قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ألزم المحضر وهو نازل ينفذ القرار ده الحكم إنه يكون معاه أخصائي اجتماعي. ده طبعا ما حصلش. المخالفة الثالثة بقى، هو المفروض عليه إن هو يعمل محضر بالامتناع ويسكت، ما يعملش حاجة تاني. المفروض الأم بقى كانت عملت جنحة مباشرة عن طريق النيابة أو محضر في اسم الشرطة للموضوع دوت، إن الراجل ده ممتنع عن تسليمي البنت اللي في حضانتي او الصغير او الصغيره اللي في حضانتي، وده ما حصلش. وهنا في خطا في الاجراءات. الخطا في الاجراءات دوت هو حصلنا عليه بحكم الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. فطبعا انت كأم قبل ما تتسرعي وتروحي ترفعي الدعوه لازم او تروحي تنفذي وتفرحي ان للاسف احنا أحلم. يعني وقت طب حلقتنا اصلا سن الحضانه بقى من يعني كام؟ طيب يا فندم. نعم، سن الحضانه المفروض من سن كام لكام؟ سن الحضانه للولد لغايه 15 وقت سنه، حلقتنا. وبالنسبه للبنت لحد
سن الزواج او حتى سن تمام. هي بس انا يعني وقت حلقتنا خلص، وعدنا بقى تكون معانا في حلقه جايه، وبشكر حضرتك جدا. وفي نهايه الحلقه احب اشكر ميك اب الارتست بتاعتنا ميار اصلان، وبحب اشكر معده البرنامج رشا عادل، واستنونا في حلقه جايه. والسلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله على خير الحلقه اللي جايه ان شاء الله.